معانا الأستاذة أسماء من الجيزة. أيوة، السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة أسماء. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا دلوقتي متجوزة من 25 سنة. نعم. أخدت جوزي، ضحك على أبويا، أنا معايا ومبسوط وبتاع، وأنا بنته الوحيدة. طيب. ضحك علينا، وفي أول ليلة جوازي كان بياخد شبكتي مني ويقول لي ده أنا واخدها سلف من واحد صاحب ذهب علشان خاطر يعني أقول لأبوكي واخدك. وعشت حياتي كلها معاه بلوع وبكذب وبنصب، يعني تعبت. طلبت من أبويا كتير إن أنا أتطلق وأنفصل، أنا مش مستقرة، أنا بتاع. أبويا رفض. وعشت مع الراجل دوت 25 سنة وجبت منه 3 ولاد. وبعد 25 سنة يا شيخنا هو سافر تقريبا 15 سنة من عمر ولادي، ما كانوا لسه أطفال، وسابني أربي وأكبر، وكل شهر يقول لي معيش، ده أنا بتسلف وبعمل لكم، ده أنا عايشنا بالمن، كنت بخاف آكل لألاقي الشهر الجاي معيش فلوس. وبعد 25 سنة فوجئت إن الراجل دوت نازل بمراته ومتجوز وتاسف عليا ومطلقني، وحياته زي الفل ومعاه آلاف مؤلفة بيصرف فيها، وعيالي لو ما كانوش يقدموا فروض الولاء والطاعة وكل ما اللي بناكله نتحاسب عليه بالورقة والقلم ويتصور بناكل إيه وبنشرب إيه وبنصرف إيه، ما يبعتش ويزل فينا لحد اللحظة دي. دلوقتي أنا من حقي إن أنا أرتبط وأتجوز، لو اتجوزت عيالي مش هتصرف عليهم. ليه؟ يعني ما هو كده، عيالك هو كده، عيالك انت عيالك خدامه كبار للولاد دلوقتي، وانا عيالك بدفع مقابل اكلك. استني بس يا استاذه اسماء، انت عيالك كبار، ملوش دعوه. لا، مش كبار عيالك صغار كبار ما دلوقتي، كلهمش في الجامعه، مش في عيالك، المراحل التعليميه مش في الجامعه. عندك واحد عنده 24 سنه مثلا او 23 سنه والتانيين يعني المفروض اقل واحد فيهم دلوقتي ممكن يكون في الاعداديه او الثانويه. بالظبط بالظبط. طيب هو فعلا في اولى ثانوي. طيب المشكله دلوقتي يا شيخنا الراجل ده ربنا بيديله، يعني عمال معاه زوجه صغيره بنت بنوت صحتها كويسه، ما تعبتش، ما مرضتش، ما شافتش الشقه، ما شافتش انها توقفوا. طيب. على حيلها الراجل ده ربنا عمال يديله قوي، طب فين وانا السؤال؟ تعبت عايزه اشفي ناري، بدعي ربنا ليل ونهار عايزه اطفي طب ناري اشوف في يوم، ليه بس مش كده؟ عارفه قلبي محروق طيب. على خدمتي، كل ما امشي واشيل طلبات واخدم في العيال واعمل، وانا بطولي 15 سنه عايشاهم لوحدي وهو عايش، فانا قلبي محروق، نفسي اخد حقي بس مش عارفه. استاذه اسماء، انت سمعتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له، عليه الصلاه والسلام. بس انا سمعت الحديث، سمعت فين الحديث ده؟ حقي؟ فين حقي؟ هكلمك وكمان بس الولاد يعني لما ينزل مش انت ويبقى مكلماني، مراته مش انت وولاده مكلماني حضنه، عشان فانا فين؟ استاذه اسماء، مش انت مكلماني عشان النار اللي انت فيها دي؟ تعالي نتكلم مع بعض شويه. فاول حاجه بس، انت يا ستي يا 15 سنه وانت بتباتي كلا من عمل يدك، فكل عندي 15 سنه مغفره، قولي لي فلوسه تساوي ايه في مغفره الله سبحانه وتعالى؟ قولي له يسوء اخلاقه، وعلى فكره هو ظالم، على فكره هو لو كان بيبخل عليكم فهو والعياذ بالله مرتكب لكبيره، لان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. انت فاكره ان وجعك ده مش عظيم عند الله؟ لا لا لا، وجعك ده عظيم عند الله، بس قدامك حاجتين، ان انت تستمري في حياتك وتحسي ان ده ما هدلكيش حياتك وما افسدش حياتك، لان حياتك بايد مولاكي قدامك، ده ان انت تعرف ان حياتك محفوظه فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين، قدامك ان انت تشوفي ان ربنا حافظ حياتك، وقدامك تشوفي ان جوزك ده دمر حياتك او طريقك ده دمر حياتك، قدامك تشوفي ان ربنا معاكي وان ربنا مش هيضيعك، وقدامك ان انت تشوفي ان الراجل ده هو اللي كان مالك حياتك وملك حياتك وضيع لك حياتك، قدامك اللي انت تشوفي ان انت عايشه 25 خدمة عند سيدك سبحانه وتعالى و25 سنة بيتغفر لك ذنوبك، فقدامك ان انت تعيشي كده، قدامك تعيشي ان انت بالانتقام، قدامك تعيشي ان عندك جبال من الرحمة ومن اللطف هتلاقيها عند ربنا، تختاري ايه؟ لازم الانسان يكون خصيم نفسه، بل الانسان على نفسه بصير. فانت طيبي قلبك ان ربنا سبحانه وتعالى خلاكي امرأة صادقة، صادقة في تربيتها لأولادها، صادقة في إخلاصها لزوجها حتى وإن هو ما كانش مخلص لها بنفس الدرجة، خليكي أنتي على الحال ده. الأمر التاني،
عايز تاخده حقك، لو ليكي حق وتقدري تاخديه بالقانون خديه، لو ليكي اموال عنده خديها بالقانون، بس ابدا 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 اياكي تحس ان هو ضيع حياتك، لان حياتك مش بايده. اذا حياتك مش بايه؟ مش بايده، ولازم نفهم ده بشكل واضح. يا ستي انت في لطف الله وفي رعاية الله، وهو ما خطفش منك حياتك، حياتك ما زالت في يد الله، وربنا يفتح عليكي ويرزقك، وانت متحمسة ان انت كمان تبتدي حياتك مع حد تاني، اوعى تخليه يبوظ على حياتك اللي جاية فتكافئيه على ظلمه ليكي. انت لو عايزة فعلا تطيبي خاطرك، اعرفي ان هو ما خدش حياتك وما ضيعش حياتك، واستمري مع الله سبحانه وتعالى، واستمري مع كرم الله.